ما بين رفض وقبول المواطنين، انتشرت ظاهرة السايس أو المنادي في شوارع مصر لتصبح أمراً واقعاً اعتاد واعتمد عليه الكثيرون من أصحاب السيارات الذين يبحثون عن ركنة في الشوارع التي طالما تكدست بالسيارات، إلا أنهم يواجهون انتقادات كثيرة في ظل انتشارهم بطريقة ملحوظة في الشوارع المصرية دون مظلة قانونية تحكم طريقة التعامل بينهم وبين أصحاب السيارات. حضرتك انا واقف في الشارع هنا بقالي بتاع 28 سنه بنركن العربيات سعادتك، فبيجي واحد مثلا من سكان العماره، انا ساكن هنا، ما بنقدرش نتكلم معاه ليه؟ ان احنا مش واقفين قانوني. اللي انا بقالي بتاع 8 سنين 9 سنين في المكان ده، في اللي بركنه عادي ساكن برضو انا على دماغي، وفي اللي بيقول لي امشي من هنا. بقالي 7 سنين شغال سايس في الشارع وعادي يعني شغال والناس كلها حباني. لا بصراحة هما بيتعاملوا معنا بشكل كويس جدا ومحترمين جدا في التعامل بصراحة، يعني حتى بيحافظوا على العربيات لو بيحصل أي مشكلة في الطريق بيطلعوا بيبلغونا، فهما بصراحة مصدر أمان. والله هو في الأماكن هنا زي هنا كده ناس كويسة، احنا بنتعامل معهم ان هما اخوات لينا، يعني هما بيقوموا بالواجب ان هما بيخلوا بالهم من العربيات بيمسحوها بيزبطوها. مشكلة السايس، لا هي مشكلة السايس على قد ما هي كويسة على قد ما هي وحشة. هي كويسة في ايه؟ كويسة لو بيخلوا بالهم العربية مكان ما بتقف، ومش كويسة في الاتاوة اللي بتتفرد. انت بتسيب العربية مثلا هو بيخلي بالهم منها، مثلا حاجة حصلت حد يجي ياخد، انت عارف انت راكن في نتيجة تكلمه هو تسأله فيها هو، يعني رقيب عليها. تمام، زي النحاسة بتاع زمان اللي كانت على السايس بتاع زمان، النحاسة اللي مكتوب عليها اسمه والجهة بتاعته والمكان اللي بيقف فيه. وتسعى الدولة إلى الاعتراف بهذه الظاهرة من خلال مناقشة قانون ينظم أماكن وساحات انتظار السيارات بعد موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون. أنا شايف إن الموضوع كان لازم يتقنن من زمان، هي دي بالنسبة لهم مصدر رزق بدل ما يبقى بيعمل مشاكل وكده، بس أهم حاجة يبقى فيه رقابة، يعني ما يتسابش الموضوع من الرقابة من المباحث مثلا أو من اسم الشرطة اللي تابع ليه السايس، عشان ما يتحولش البلطجة اركن هنا لا ما تركنش هنا، 10 جنيه لا 20 جنيه لا 50 جنيه، تبقى عملية مقننة لو بإصالات حتى، ويبقى فيه برضو زي كل فترة دورية تمشي تشوف الدنيا تشوف الناس تشوف العربيات مركونة بشكل سليم، هل في مشاكل بتحصل في المنطقة ولا لا، وكل ده مطلوب ان هو يحصل يعني. طب ما هيبقى قانوني في الشارع بس الـ يعني ده هيبقى شغل، قبضه هيبقى منين؟ من راكب العربية ولا من جهة معينة؟ يعني مرتب اللي هياخده ده، هل هو هياخد مرتب من بره على كده ولا هياخد مرتب من العربية اللي هتقف؟ لو قانوني افضل لينا ولاصحاب العربيات، فلو واقفين قانوني سعادتك يبقى ايه احسن لينا وافضل لينا. الوضع لو قانونا يبقى افضل ليا واحسن ليا انا اكيد، يعني كده كده يعني مضطرين خلاص، يعني هو وجود السايس في الشارع امر خلاص بقى حتمي موجودين في كل مكان، فلو الموضوع مقنن طبعا يبقى امان اكتر ليهم ولصاحب العربيه يعني.